إنها مثل غزة المستخفة باللظى، والعدو يبدأ قصفا. إنها تلبس الصعود إلى الله بثوب مخضب ومرفه. هي بغداد، هي بغداد حين تنزف دمعا، وهي الشام والأخ اختار كهفه. تقمع الليل حين يرسل صاروخا مغيرا، بالصبر تهزم عنفا. تلبس الجوع وقت تشبع حزنا، وتداري الأسى بضحكة خفة. هي أم لكوكب من يتامى، وتراب من فك يملأ جوفا. هي جرح متاجر فيه، منذ اعتاد هذا الشقيق يقطع كفه. ذلك الموت صار صنعة شعبي مكرها، لا نفضل الموت حرفة. واشهدوا نحن من دم وشعور، لكن الظلم ظل يشهر سيفه. فانتصرنا لقهرنا وصبرنا، وفتحنا للشمس مليون شرفة. نصفنا متعب ونصف جريح، كل نصف يضمد الآن نصفه. أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من بيت القصيد. مشاهدينا الكرام، في حلقة هذا اليوم نستضيف شاعرا حول تراب الصحراء ذهبا في قصيدته، تلك التي مثلت ماء للظامئين وكان فيها الزاد للجائعين. إنه شاعر ينتمي إلى الجرح أينما كان وللإنسان. نرحب بضيفنا عبر سكايب من الأحساء في السعودية، معنا الشاعر علي النحوي. أهلا بك أستاذ علي، وطيبت المقام. أهلا وسهلا أستاذ مصطفى، مرحبا بك وبقناة الرافدين، وأنا من الأحساء. أشكر جميع الأخوة في القناة، وكذلك في شوق إلى بلادنا العزيزة العراق. أهلا بك أيها العزيز مقاما وشعرا. قبل القصائد، فالقصائد لها وقتها، دعنا نتحدث عن إلحاح الإنسانية في روح الشاعر من وجهة نظرك، تفضل. يبدو لي أستاذ مصطفى أن الإنسان هو محور هذا الكون. ما لم تكن الإنسانية موجودة في القصيدة، بل ما لم تكن معادلاً رئيساً للقصيدة، فلن تستطيع القصيدة أن تحلق. الروح الإنسانية إذا تسللت إلى القصيدة، معناها أننا استطعنا أن نهب القصيدة جناحين من رحمة، جناحين من ضوء، جناحين من رحابة، تسع كل المعاني الإنسانية التي يمكن أن تحولها القصيدة إلى مشروع إنسانيا وجوديا كوني. الإنسانية هي ذلك النبض الذي حينما يوجد في قلب الشاعر، يستطيع الشاعر أن يكتب قصيدة تلامس مشاعر الناس، أن يكتب قصيدة تستطيع أن تقول شيئا لم يقله الشعراء السابقين. أخي مصطفى، أنا أتصور أن الموضوع الإنساني موضوع شاسع، خاصة في أيامنا هذه، ولا بد أن يكون له من النص كيفما كانت طبيعته مكانا. أحسنت. إلى بواكير القصائد التي ستفتتح بها هذا اللقاء العذب والجميل مع شاعر سعودي صاحب تجربة راقية، نعتز به ونتشرف باستعراضها مجددا في هذا اللقاء. إلى أولى القصائد، ماذا ستقرأ علينا أستاذ علي؟ تفضل. الآن سأقرأ قصيدة قصيرة للافتتاحية بعنوان المسرفة. لك ذلك، تفضل. وهي من الشعر الغزلي. وهمت به حين الهوى لاذ بالهوى، ولكنه من فرط لهفته هم. وهمت به حين الهوى لاذ بالهوى، ولكنه من فرط لهفته هما. على كتفه أذكت مجامر توقها،
وفي جيده من قبلة غادرت وشما همت من سحاب الحب وبلا وحينما سقت روحه التفت على طوله ضما وحمت وما أدرى حنايا جحيمه بقلب بها في غمر إسرافها حمى تدلت سنا برق عليه وعرشت ليصبح أقداحا على قدرها كرما إلى صدرها ينمى إذا لزه الهوى وللدفء في أضلاع لهفته تنمى سقى قلبها لما تعرى من الظما وما كان إلا من ظنا مسه يظما ولما حباها غمرة من جنونه تجلت وغابت بين إسرافه لما الله الله ما أجملك أستاذ علي، دمت بهذه الروح الشجية، هذه الروح الإنسانية العذبة التي تسعى إلى فكرة الجمال واستكشافه والمنافحة عنه. عن العصبية لفكرة معينة والتطرف ونظرتك لأصحاب هذه الطريقة، كيف يمكن للشاعر أن يتجاوز بقصيدته حدود المكان؟ فيما يرتبط بالتطرف، فيما يرتبط بالتطرف للمكان أو حتى التطرف للفكرة، لا بد على الشاعر أن يتجاوز هذه الحالة، لأنه ما لم يتجاوز هذه الحالة سيبقى متقوقعا داخل دائرة ضيقة جدا، وبالتالي ستكون المدارات التي يتحرك فيها ذات أفق ليس رحب. أنا أتصور أن الشاعر يحتاج إلى منطقة رحبة واسعة لكي يستطيع أن يكتب نصا يتخطى الحدود سواء الفكرية أو المكانية أو يعني الأيديولوجية أو سوى ذلك. أحسن. يجب على الشاعر أخي مصطفى أن يكسر كثير من الأسيجة وأن يكسر كثيرا من الحواجز وأن يتجاوز هذا الضيق المكاني، بخاصة في عصر العولمة اليوم يستطيع الشاعر في الحقيقة أن يحلق بعيدا وبالتالي أن يتجاوز منطقته الضيقة. خذنا إلى قصيدة جديدة الآن أستاذ علي، ماذا تحب أن تسمع المشاهدين الكرام؟ لك حرية اختيار النص الذي ترغب بقراءته، تفضل. النص الثاني أخي مصطفى سيكون في أمي رحمها الله، عشت، والتي حملت بي في العراق، وبالتالي هي التي جعلتني أمة لهذا البلد الطيب الجميل. القصيدة بعنوان السيدة. خذنا إلى هذه السيدة العظيمة إذا. الله يخليك. حجاباً حجاباً أرى في كف أمي وملفعة وثوباً بأنفاسي وروحي مرصعة وعطراً لأجل الله في راح كفها وقد عرشت بالياسمين تضوعا الله الله ونوراً وفيها ألف أفقا ومشرقا بطوق شموسا زينته تشعشعا وحبا لألقاها على باب جنة وندخل فيها آمنين مشفعا أرى بين عينيها شقائق نعمة وظلا على كل الجهات توزعا. الله، أرى بين عينيها مجددا، أرى بين عينيها، أرى بين عينيها شقائق نعمة، الله الله، وظلا على كل الجهات توزعا ورحمة على الدنيا تمد جناحها وتحضنها أغصان حب وأفرعا وحزنا سراك الغيم في زحمة الظنا على خدها قد سح جمرا وأدمعا كأن الكرى قد مر كي
يغفو جفنها قليلا وعما تبتغيه تمنعا وآنسها ترجو السهاد إذا دنا الله إليها الداح للهم مخدعا وآنسها ترجو السهاد إذا دنا إليها بأن ينداح للهم مخدعا وأن يقنع الليل الذي عق رمشها ليصبح للأحلام مرسى وموضعا ولكنه ما كان للهم مرقدا ولا كان يا للهول لليل مقنعا دجا حينما أذكت قناديل روحها فكانت على اسم الله للصبح مطلعا. الله الله، ما أجمل هذا الصوت الوفي الذي نتمنى أن يدوم وفيا وأن لا يكون يوما ما خفيا. أستاذ علي لفضافوق، وتمم الله عليك نعمة الشعر وهذه الروح التي تتجاوز الأم البيولوجية إلى جميع الأمهات، هذه القصيدة إلى كل أم في العالم، إلى الأم السعيدة والمكلومة، إلى الجريحة والمشتاقة، إلى كل أم ربما تجد ذاتها فيها. أستاذ علي، هل أنت معي؟ معك أستاذ مصطفى. دعنا الآن بعد هذه القصيدة الجميلة عن الأم، وأسأل الله أن يطيب ثرى أمك وأن يرزقها الفردوس الأعلى من الجنة إن شاء الله، نذهب إلى سؤال جديد. من الذي يؤرق الشعر أكثر، قصيدة كتبها أم ربما قصيدة لم تكتب بعد؟ والله في وجهة نظري أخي مصطفى، القصيدة هي مشروع الشاعر الأكبر، وبالتالي ما يؤرق الشاعر هو القصيدة التي لم تكتب بعد، لأنها تعتبر أبيات القصيدة التي يكمل بها ما كتبه سابقا. فبالتالي أنا من وجهة نظري أن ما أكتبه شخصيا هو مشروع قصيدة واحدة، فبالتالي كتبت جزءا منها والباقي ما زال يؤرقني، ما زال يشغل ذهني، ما زال يشغل قلبي. ففي كل لحظة أراني متعالقا مع أفكار هذه القصيدة. أحسنت. التي تكاد تتوالد لحظة بعد لحظة وحينا بعد حين. ما أكتبه أتصور يكون ملك للقارئ، يكون ملك متلقي، وما لم أكتبه يكون ذلك الشيء الذي يشاغب ذهني، يشغلني عن نومي، يشترك معي في طاولة طعامي. نعم. وهكذا. فبالتالي شخصيا ما لم أكتبه هو الذي يؤرقني أخي مصطفى. وربما كذلك يعني تجتمع في نفس الشاعر يعني محبة التعلق مع فكرة نص جديد مع حب من نوع آخر، وهو حب لشاعر قدم للإنسانية الكثير، هل تتفق معي في ذلك؟ تعالقنا وحبنا للشعراء السابقين الذين سبقونا إلى الشعر يا مصطفى هو تعالق حميم. هناك يعني شرايين تربطنا بأخوتنا الشعراء الذين بذروا فينا حب الشعر وعلمونا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كيف ندلف إلى حياض القصيدة ونتعامل معها. شخصيا أراني يعني قريب جدا جدا إلى كل الأصدقاء الماضين، وأرى أني صديق لهم، لأنهم في الحقيقة يحضرون حولي ومعي في كل لحظة ويتداركوني حينما أكتب ويمدونني بالمعاني، وهذا شيء جميل. دائما أشعر أنني لست غريبا مع النص أخي مصطفى. أحسنت. الآن سأخذك برحلة إلى طيور، ولكنها طيور من نوع مختلف، إنها قصيدة للشاعر المصري الراحل أمل دنقل، ما رأيك أن نستمع إليها الآن معا؟ تفضل. إذن لقصيدة أمل دنقل وفقرة قصيدة للوطن. مشاهدينا الكرام، نتابع هذه القصيدة لشاعرها ومن ثم لنا عودة، ابقوا معنا. Tu
مشردة في السماوات، مشردة ليس لها أن تحط على الأرض، ليس لها غير أن تتقاذفها فلوات الرياح. ربما تتنزل، تتنزل كي تستريح دقائق، تستريح دقائق فوق النخيل، النجيل، التماثيل، أعمدة الكهرباء، حواف الشبابيك والمشربيات، والأسطح الخرسانية. اهدأ اهدأ ليلتقط القلب تنهيدة، والفم العذب تغريدة، والقط الرزق القط الرزق. سرعان ما تتفزع، تتفزع من نقلة الرجل، من نبلة الطفل، من ميلة الظل عبر الحوائط، من حصوات الصياح. الطيور معلقة في السماوات في يد العنكبوت الفضائي للريح، مرشوقة في امتداد السهام المضيئة للشمس. رفرف رفرف، فليس أمامك، والبشر المستبيحون والمستباحون صاحون، ليس أمامك غير الفرار، الفرار الذي يتجدد كل صباح. والطيور التي أقعدتها مخالطة الناس، أقعدتها مخالطة الناس، مرت طمأنينة العيش فوق مناسرها فانتخت، وبأعينها فارتخت، وارتضت أن تقعقع حول الطعام المتاح. ما الذي يتبقى لها؟ ما الذي يتبقى لها غير سكينة الذبح، غير انتظار النهاية؟ إن اليد الآدمية واهبة القمح تعرف كيف تسد السلاح. الطيور الطيور تحتوي الأرض جثمانها في السقوط الأخير، والطيور التي لا تطير طوت الريش واستسلمت. هل ترى علمت أن عمر الجناح قصير قصير؟ الجناح حياة، والجناح ردى، والجناح نجاة، والجناح سدى، الجناح سدى. نرحب بكم مجددا سادة المشاهدين الكرام، ولمن التحق بنا في هذه اللحظات، ضيفنا معنا عبر سكايب من المملكة العربية السعودية، تحديدا من الأحساء، شاعر السعودي المتميز حقا أستاذ علي النحوي. مجددا أستاذ علي، ماذا عن التاريخ والفرز؟ وهل حقيقة ترى بأن التاريخ سيكون منصفا فيكشف الغث من السمين فيما يتعلق بالفكرة ومحتوى القصيدة؟ إذا ما أردنا أن نتحدث عن فكرة فرز من شاعر ومن ليس كذلك. حينما أسأل عن من يتفوق من الشعراء على الآخر، أقول أن الزمن هو الكفيل بهذا الجانب، وأضرب مثلا بزمن المتنبي. فمع المتنبي كان هناك عشرات أو مئات الشعراء، وربما يتيمة الدهر يعني تؤكد ما أقوله في هذه الفكرة. أحسنت. الشعراء أخي مصطفى كالطيور الذين يقطعون مسافة، منهم من يعيش في مكانه ويقطع مسافة قصيرة ثم يقع، ومنهم من يقطع جزء آخر من جزء آخر من المسافة ثم ينتهي، ومنهم من يستطيع أن يقطع مسافة الزمن كاملة فيخلد في قلوب الناس. فعلا التاريخ كفيل بأن يفرز الشعراء ويخلد بعضهم، ومن لم يكن بحجم الشاعر فعلا يذهب من ذاكرة التاريخ. من ذاكرة التاريخ، التاريخ قادر على أن يستبقي بعض الشعراء القادرين على التحليق طويلا
أخي مصطفى. وجميل مثلك هذا الذي وصفت به الشعراء طيوراً محلقة في السماء، فبعضها ربما يظل يكون عابراً فيسقط، والبعض الأصدق هو الذي ربما يعني يتجاوز بطيرانه الزمان فيظل حاضراً في كل وجدان. خذنا الآن إلى قصيدة تبقى حاضرة في وجدان كل من استمع إليها. تفضل أستاذ علي إلى قصيدة جديدة. سأنقلكم الآن إلى الأجواء الفنية والموسيقية، وهذا النص كتبته في فنان عربي كبير، ويعني بما أننا تحدثنا في بداية الحوار عن الإنسانية، هذا الرجل استطاع أن يعني يشتغل على الجانب الإنساني مع نصوص رائعة، وبالتالي وأسأل له من خلال الرافدين بالصحة وطول العمر، إنه الفنان عبد الكريم عبد القادر. تفضل. هذه القصيدة إلى الفنان الكبير عبد الكريم عبد القادر حفظه الله. كأنك أردت تقول شيء مصطفى؟ تفضل، نريد أن نستمع إلى القصيدة الآن إلى النص مباشرة أستاذ علي. كريم، ما جرى صوت الهوى إلا انتشى الوتر، ورق من مهجة غنى بها السمر، ولا أدار على الأرواح فتنته إلا تحنن من ألحانه القدر، ولا تحسس بين الناس مزهره إلا تفتق من أوتاره الزهر، ولا تلفت كي يطفي مواجده إلا هما قبل أن تطغى به المطر، غنى لتنتصر الدنيا بحنجرة بها الأمان برغم الحزن تنتصر، وراح يقنع طير الله ذات سرى بما يريد، فألف الطيرة تنحدر كأنها هبطت في روحه فرأت كل المزامير في عطفيه تنهمر، من ريشها نسجت كفاه أغنية حسناء يعجب من إعجازها البشر، ليل السهارى وما أدراه عن زمر على أمانيه حين الشوق قد سهروا، ترنح مذدجا والناي يركض في ما كان يسكب من روح، وما سكروا على صدى صوته تسعى النجوم إلى أفق به البرق بين الحرف ينتشر، حتى إذا أشعل القنديل في دمه حطت على بحة، حتى إذا أشعل القنديل في دمه حطت على بحة في الطار تنصهر، ذاك الغريب الذي ما مل غربته ولا انتهى في فياف قدها السفر، بنى على ثغره من صوته وطنا البدو تأوي إلى نعماه، والحضر في عينه يسكن العشاق من وله ما زال في دمعة حمراء ينفجر، الله الله. على مقاماته مر كبارقة وكان أجمل من مر، ومن عبر حمام بيت إذا ما رد يتبعه، والحب في خطوة المشتاق يختصر، 70 عاما وعيناها له سكن، وهكذا تجمل الأيام والعمر، ماذا أرى غير أشواق تجدده في فتية كبروا فيها وما كبروا، وغير قوم على جمر الوداع مشوا، والوقت يمضي وقد وفى بما نذروا، آن الأوان بأن يمشي ويسفح من آثاره حينما يشدو لنا نهر،
وأن يفيض به موج الخليج فلم يكن بغير صداه العذب ينتشر مرساه مد يدا بيضاء تشكروه أن دلل البحر أعواما وتعتذر أما السفينة ما زالت لأغنية أخرى كويلا والإنسان تبتكر في كل أغنية أرض يقيم بها بالحب رغم وشاة الحي من جهروا قلوا قبيل انعتاق الصوت في فمه والآن في حضرة الجيتار قد كثروا بمحمل الخير شدوا ألف سارية على ضلوع المدى شدا فمن كسروا كأنما أيقظ العراف همتهم وكاد يغرقهم في بحره السحر عزاه يا قلب رحالا به اجتمعت للسائرين على درب الظن الصور ما زال يكتم سر الوالهين وفي عينيه يضحك من بالحب قد أسروا على خطاويه للعشاق متكأ وفي مدى باختصار ترفع السرور ما أطول الليل إلا إن سرى قمر ومن سماء كريم يولد القمر ومن سماء كريم يولد القمر أحسنت في هذه القصيدة للراحل أو لعبد الكريم عبد القادر صاحب أجر الصوت والملقب بالمطرب الجريح أو صاحب الصوت الجريح لم تبخل عليه بما تفضلت به حدثنا الآن لو سمحت أستاذ علي عن فكرة الحرية في القصيدة ودور هذه القيمة في تعزيز الشاعرية لدى الشاعر والله يا أستاذ مصطفى حينما تتكلم عن الحرية فأنت تتكلم عن شرط رئيس في كتابة القصيدة كلما كان الشاعر يتحرك في إطار من الحرية والحرية في أبعادها المتعددة يكون قادراً على أن لا يطوق بأسوار الخوف والقلق والرقيب وما إلى ذلك سواء كان هذا الرقيب رقيبا أدبيا أو رقيبا اجتماعيا أو رقيبا دينيا الحرية التي يقننها الشاعر ذاته أنا مع أن يكون الشاعر يتحرك في فضاء من الحرية الآتية من رصيده الثقافي ومن أعرافه الشعرية التي اعتاد عليها جيل بل أجيال من الشعراء السابقين وبالتالي هذه أو هذا الشرط لا بد أن يتوفر للشاعر بل حينما يتوفر للشاعر يا صديقي يستطيع أن يكتب وهو يعني في أريحية تامة لأضرب لك مثلا الآن أنا قبل قليل كتبت قصيدة في فنان الفنان عبد الكريم عبد القادر حفظه الله أطول الله في عمره هل تتخيل أن في بعض المجتمعات لا يستطيع الشاعر أن يكتب قصيدة في فنان في مجتمعي الأحسائي الذي أعيش فيه الآن بعض الشعراء في يوم ما وقبل يومنا هذا بسنوات كتب قصيدة مثلا في الراحل طلال مداح رحمه الله قامت عليه الدنيا ولم تقعد هنا في كسر لجناح من أجنحة الحرية أنا أتصور أن الشاعر لا بد أن يمتلك رصيدا كبيرا من القدرة على أن يقول ما يجب قوله في الوقت الذي يراه هو مناسب وبالطريقة أيضا التي يراها هو ذاته مناسبة للقول أما أن يعني يضرب على الشاعر قيود وأسيجة ويطلب منه أن يتحرك داخلها فأظن يعني سواء هو ارتضى هذه القيود أو يعني فرضت عليه فرضا في بعض الظروف
أتصور ستكون القصيدة مشوهة جدا أخي مصطفى. إجابة فيها فصل الخطاب. أحسنت أستاذ علي. بعد هذه الإجابة الدسمة حقا لابد أن نخرج إلى فاصل وبعدها نواصل، ما رأيك؟ جميل. إذن مشاهدينا الكرام نخرج الآن إلى هذا الفاصل القصير ومن ثم نعود لاستكمال ما تبقى في جعبة شاعرنا من قصائد. ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. مشاهدينا الكرام ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. حياكم الله أعزائنا المشاهدين وأهلا وسهلا بكم مجددا، ولا نزال في رحاب هذا العدد الجميل من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. ومن التحق بنا الآن ضيفنا من الأحساء في المملكة العربية السعودية عبر سكايب معنا الشاعر علي النحوي. مجددا أهلا بك سيد علي. ألف مرحبا أخي مصطفى. أستاذ علي، في هذه الأيام المباركة يعني النصح القويم والسليم والجميل يعني يعد بمثابة رزق يناله الناس من بعضهم بعضا، وإليك سؤالي الآن، ما الذي ينقص الشعر العربي باعتقادك حتى يتمم رسالته كما يجب؟ والله يا أخي مصطفى ما ينقص الشاعر العربي هو أن يرى البلاد العربية في سلام وفي أمن وفي طمأنينة، وأن لا يؤرقه صباح مساء ما يحدث لإخوانه من مآسٍ في بلاد عربية. أنا أتصور هذا يؤرق أي شاعر يحمل يعني حس الشعور بأخيه في البلدان الأخرى. الشاعر العربي فعلا يحمل معه جرحا مفتوحا، هذا الجرح فعلا يؤرق الشاعر. نعم. وبالتالي نجد أن مسحة الحزن أخي مصطفى موجودة عند كثير من الشعراء العرب. يا الله. طيب الآن نريد نصا يذهب شيئا من هذا الحزن لا يغوص فيه، لكن في النهاية لك الكلمة، ماذا ستقرأ علينا الآن؟ تفضل أستاذ علي. هذا النص بعنوان الطوق. تفضل. يا سيد الشوقي، يا سيد الشوق قم واشدد بخاصرتي، طوق الحنين على وقع الهوى شدا. يا سيد الشوق قم واشدد بخاصرتي، طوق الحنين على وقع الهوى شدا، واصهر حناياك في صدري على مهل كيما تقيم على أضلاعه سدا. الله الله. وامدد على جسدي برق الصبابة كي ألقاك خلف مدارات المدى مدى. الحب أن تنتمي للكون منتشيا، وأن ترف هنا في مهجتي وردا. والحب أن تجعل الأرض التي خضلت بنا، وأنت الذي ألهمتني مهدا. سر في دمايا إلى أقصى الجنون، فما آنست في رجف صلصالي له حدا. يا أول النبض قد أضحى الحنين إلى عينيك فرضا، وقد بات الهوى جدا. لا تسأل الروح فالأحساء تسكنها قدما، وإن التي أمنتها نجدا. الله الله. واسأل ترائب شرق الله في أبدا، ما زال يطعمني من حبك الشهدا.
إني جمعتك كالريحان فانعقدت، روحي بروحك فاصنع منهما عقدا، على عروقي عطر لست أنكره، فكد إذا شئت يا أوف الورى كيدا، وكن فديتك إن أبرقت ذات ضمن كي تشرب الطير من أقداحنا رعدا، وكن فديتك إن أبرقت ذات ضمن كي تشرب الطير من أقداحنا رعدا. أجملك يا أستاذ علي، دمت صاحب صوت يتجاوز بكلمته بلاده حتى تضم كل جرحى الإنسانية وكل التواقين. حدثنا الآن أستاذ علي شاعرنا السعودي عن دور الشاعر في إصلاح الواقع وتحقيق النفع للناس، كل الناس. أخي مصطفى، في وجهة نظري أن يحاول المصلح أو المفكر أو الراوي أن يزاحم الشاعر في ذاته. نعم. من هنا شخصياً أرى أن القصيدة حينما تتبنى فكرة الإصلاح سوف يعني تميل إلى الجانب الوعظي. نعم. وكلنا نعرف أن الجانب الوعظي يقلل من الجوانب الفنية في النص، ولكن لا يعني ذلك أن الشاعر خارج القصيدة لا يكون مصلحاً على مستوى الفكرة. مثلاً أنا أتصور أن الشاعر مطالب أنه يقرأ مدونته التاريخية، مدونته السياسية، مدونته الاجتماعية، وأن يكون له أيضاً رأي في هذا المضمار، ولكن لا بد أن يكون حذراً ألا يتسلل هذا الجانب إلى قصيدته فيسلبها الوهج الفني والإبداعي. أتمنى أن أكون قد وفقت في هذه الإجابة أخي مصطفى. وفقت تماماً، وربما أستنسخ سؤالاً جديداً من إجابتك بعد هذه الإجابة. باعتقادك، من هم شركاء الشاعر في مهمته ودوره الذي تتحدث عنه؟ يا سلام، هذا السؤال جداً جميل أخي مصطفى. من هم شركاء الشاعر في دوره؟ أنا أتصور أن كل من يحمل نوعاً أو يمارس نوعاً من الفنون والجماليات هو شريك رئيس للشاعر في قصيدته. فمثلاً كثيراً ما أتحدث شخصياً عن تأثير مثلاً العمل السينمائي في نصي، عن تأثير العمل المسرحي في نصي، عن تأثير العمل الموسيقي أو الضوئي أو حتى التشكيلي في نصي. كل من يمارس هذا الجمال أتصور هو شريك للشاعر في العملية الإبداعية. في إحدى المرات حضرت لمحاضرة صديقي مصطفى. نعم. في مركز الشيخ إبراهيم في المحرق في البحرين لأحد المهندسين المعماريين. نعم. حينما انتهيت من هذه المحاضرة أمسكت بيد هذا المعماري الجميل الذي قدم المعمار بشكل إبداعي وإنساني، فقلت له: اليوم أنت أقنعتني أن المعمار ثقافة مهمة للشاعر، أنا لابد أن أطلع على الثقافة المعمارية لأستطيع أن أضيف إلى نصي شيئا. بالإضافة إلى كل ذلك، أنا أتصور أن اليوميات ومن يصنعها حتى من بسطاء الناس هي شريكة أساسية للشاعر. نعم. في نص الإبداعي، ولكن ذلك يحتاج إلى شاعر قادر على التقاط التفاصيل وعلى تحويل هذه اليوميات إلى أفكار تدعم نصه الإبداعي، إلى قصيدة جديدة تدعم هذه الفكرة، وأن الشعر يجب أن يكون رسالة تشمل كل الناس في كل مكان وتطبب جراحاتهم وتتطلع إلى تحقيق غاياتهم النقية والنظيفة. إلى قصيدة جديدة، ماذا ستقرأ هذه المرة؟ النص هذا مصطفى هو نص عراقي. إلى العراق إذن. في الحقيقة من غير مجاملة للأخوة في قناة الرافدين، أنا كتبت كثير من النصوص في العراق،
ولكن أحب هذه النصوص إلى قلبي هو النص الذي كتبته في شهداء عبارة الموصل. تفضل. كلنا نتذكر ذلك الحدث الذي فعلا استوقف جميع الشعراء. شخصيا حينما يعني وقعت هذه المأساة حاولت أن أكتب لمرة لمرتين، لم يعني يتكرم الشعر علي ويأتيني، إلى أن لمحت مشهد في الحقيقة فجر عندي الشعر في تلك اللحظة، وهذا المشهد مصور وأتمنى وربما عرض كثيرا على قناة الرافدين وغيرها. حينما كانت هناك امرأة عجوز كبيرة في السن الله يحفظها إذا باقية، ترمي الخبز في النار لكي يأكل منه أطفال العبار. يا الله. النص بعنوان خبز العراق. تفضل أستاذ علي. يا نهر كم خبزة تكفي لتمنحهم؟ بعض الأماني وبعض الخبز يكفينا. يا نهر كم خبزة تكفي لتمنحهم؟ بعض الأمان وبعض الخبز يكفينا. خذ ما تشاء من القمح الذي عجنت على هديرك حين الجوع أيدينا. خذ السنابل من حقل شهقت به والفض على ضفة الدنيا أغانينا. خذ البيادر من أرض مررت بها واخفض جناحك في أقصى نواحينا. مرساك خلف مرايا الغيب ليس لدى براءة رحبت منها مراسينا. لا تخطف الحلم من عين العراق ففي أماقه ألف حزن غارق فينا. لا تخطف الحلم من عين العراق ففي أماقه ألف حزن غارق فينا. وامدد على تربة تحنو عليك يدا بيضاء وانبت بقلب الأرض نسرينا. كن حضن أما لأطفال العراق فما لاذوا بغمرك كي يغدو قرابينا. يا شهقة الروح كم نذرا سيلزمنا كيما نعيد إلى بغداد أهلينا. كم دعوة سوف ندعوها إذا تعبت منا كنائس حد تكلى مراثينا. والماء ما زال رغم الحزن يضحكنا والماء ما زال رغم الأنس يبكينا. يا نهر إن الصباحات التي ابتسمت قد كدرتها بلا ذنب ليالينا. هون عليك فما عادت مراكبنا من غبة الموج إن أسرفت تحمينا. والأرض ضاق بل البيداء تحملنا عبر المنافي ولا الأجداد تأوينا. متنا كثيرا فلم نعثر على كفن ولم نجد غيمة حبلى تغارين. يا الله. متنا كثيرا فلم نعثر على كفن ولم نجد غيمة حبلى تغارينا. سوى السراب الذي بتنا نغص به قهرا وما زال باللا شيء يغرينا. يا الله يا الله. إهنا وكان شتات الكون يجمعنا في مأتم ورياح النأي تبكينا. لم تبق للرمل بذرا من تجلدنا ترف منه إذا متنا. مآسينا سوى ملامحنا السمراء في وطن أضناه ما كان يشجينا ويضنينا. وغربة شمرت عن ساق قسوتها في لجة سرقت منا أمانينا. يا للعراق الذي ماتت حمائمه في غفلة
فنع الناعي مغانينا وحمحم الموج وحمحم الموج يا رباه فانهزمت من بعد ما عقن المسرى عوادينا على العراق الذي أهوازه ابتسمت للدهر تمطر أحزانا منافينا شيخ ترجل عن ظهر الحياة لكي يدعو بأن يقبل الباري أضاحينا شيخ ترجل عن ظهر الحياة لكي يدعو بأن يقبل الباري أضاحينا. إن في هذا النص لحزن شديد وألم عالي جدا أستاذ علي، يقودني إلى سؤال في الختام، وقد مضى الوقت سريعا بلمح البرق في برفقتك طبعا. ما المطلوب حتى تخلد تجربة الشاعر؟ ما المطلوب حتى تخلد تجربة الشاعر وتظل نصوصه حاضرة في وجدان الشعوب قاطبة؟ المطلوب مصطفى أن لا يصل الشاعر إلى قناعة أنه كتب النص الذي يرتضيه. على الشاعر أن لا يقنع بآخر نص كتبه، أو لا يعتبر هذا النص هو النص الأفضل. نعم. حينما يشعر الشاعر أنه كتب ما يرضي ذاته سيموت وسينتهي ولن يخلد. أنا أتصور مصطفى لابد أن الشاعر يحمل معه هاجس أن مجموع ما كتبه من شعر يمثل قصيدة مكثفة يجب أن يكتبها في يوم، لذلك يستطيع أن يخلد. أحسنت أستاذ علي، سعدت جدا أنا بهذا اللقاء، وإن كان الوقت قد مضى سريعا إلا أن الشعر بحضرتك يظل صداه دائما ولا ينفد أستاذ علي. مر الوقت سريعا، نتمنى للحياة أن تكون كريمة بالقدر الذي يتيح لنا تكرار هذا اللقاء واقعا لا من خلال وسيط إلكتروني. شكرا لك أخي مصطفى، وشكرا للأخوة في قناة الرافدين، وإن شاء الله نجتمع في العراق وهو يرفل بالسلام وبالمحبة حينما يعود إلى أيامه الزاهية الجميلة. شكرا لك. بإذن الله، شكرا لك، وطيب الله أيامك المباركات هذه، ونتمنى أن تعود هذه الأيام علينا وعلى الأمة الإسلامية جمعاء باليمن والبركات والخير والسعادة. شكرا لك أستاذ علي. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا رفقة شاعر آخر، وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب التمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله. إلى اللقاء.